السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك معكم واحد المعلومة اللي سولوني عليها العديد من الأخوات عن الفوائد ديال الثوم. بإذن الله هذه الحلقة فقط للتعريف بالثوم الأسود والفوائد ديالو، إنما سأطرح حلقة خاصة اللي كيهتم بالموضوع وبغى يعرف الفوائد ديال الثوم وكيفاش كيتصاوب الثوم الأسود. يمكن له يخلي دائما يعني طلب ديالو في التعليقات. مرحبا بكم. بالنسبة للثوم الأسود، الثوم الأسود هو الثوم الأبيض ولكنه تعرض للتخمر والتجفف على مدى عدة أسابيع، مثلا تقريبا 40 يوم. ويتميز بطعمه بالطعم ديالو اللاذع الشبيه لطعم الخل. الثوم الأسود عنده بزاف ديال الخصائص، كيحتوي على مضادات حيوية ومضادات قوية للفطريات، وأيضا كيحمي الجسم من جميع أنواع العدوى والالتهاب، وكيتعتبر مطهر ومضاد للفطريات والفيروسات. وكيحتوي الثوم الأسود على نفس المادة اللي كتوجد في الثوم الطازج، وهي مركب الكبريت العضوي الأليسين اللي كيعمل على وقف وقت الفيروسات والفطريات والبكتيريا. بالنسبة لهذه الحلقة تاع اليوم هي حلقة فقط بغيت نوريكم الشكل ديال الثوم الأحمر، وإن شاء الله بالنسبة للأخوات والإخوان اللي عجبهم الموضوع يمكن لهم يخليوا الطلب ديالهم باش نطرحوا حلقة خاصة بهذا الثوم يعني الأسود. وأيضا نطرح لكم عدة وصفات طبيعية باش تستافدوا حتى نتوما وتستافدوا يعني وتقولوا للأخوات باش يستافدوا من هذا الثوم الاسود هذا. قبل ما يعني هذه الحلقه هذه كنتمنى من الناس اللي تيزوروا قناتنا لاول مره، كنتمنى منهم الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد كل يوم فضلا وليس بامر. بالنسبه للثوم الاسود كيف ما كتشاهدوا هذا هو الشكل ديالو. كنتمنى اللي عجباتو يعني الفكره، انت كنتمنى يخلي الطلب ديالو في التعليقات باش نحاولوا نطرحوا العديد من الوصفات بهذا الثوم، وايضا يعني نعطيكم الطريقه الصحيحه كيفاش تحضروا هذا الثوم، لانه كيكون شويه غالي الثمن في الاسواق. هو متواجد في الاسواق ولكن شويه طالع في الثمن على الثوم العادي. اللي يحب هذا الموضوع يمكن له يشجعني ويخلي يعني الاراء ديالو في التعليقات او الطلب ديالو في التعليقات. فقط هذه الحلقه هذه غير بغيت نخلي لكم اقتراحات ونخلي لكم يعني نخلي لكم الراي ديالكم هو الاهم، هو اللي كيهمني. الا شجعتوني على هذا الفيديو باش نطرحوه على نناقشوا ونعرفوا الفوائد والوصفات اللي كيستعمل فيها الثوم الاسود فمرحبا بكم. غادي ننتظر التعليقات ديالكم وغادي ننتظر الاراء ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم. اليوم فقط حبيت نوريكم الثوم الاسود، فهو متواجد في الاسواق ولكن باثمنه شويه مرتفعه على الثوم العادي، فهو كيتحضر يعني بطلبات خاصه اللي طلبوه عاد كيحضروه لي يعني سير كوموند كيجي، والثمن ديالو شويه مرتفع. عنده بزاف ديال الخصائص وبزاف ديال الفوائد. فاش كيقوموا بتحضير هذا الثوم الاسود ما كتبقاش فيه ديك الرائحه يعني القويه ديال الثوم، يمكن لكم تتناولوه هكذا تيجي بحال التين المجفف او الفواكه المجففه، تيكون لذيذ جدا. وايضا الفوائد ديالو كتضاعف على هذا الثوم الطازج. كنتمنى منكم اخواتي اخواني تشجعوني انني نطرح لكم هذا الفيديو، نطرح لكم وصفات عديده والطريقه كيفاش تحضروه في البيت ديالكم. تنتظر تعليقات ديالكم، جزاكم الله خير. وكنتمنى منكم انكم ما تنسونيش بالدعوات ديالكم. مرحبا بكم دائما على قناتكم جرب حكم، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.